الأسئلة التي تدور حول أقسام الكلمة اللي هو الدرس الأول. دقيقة فقط حتى أكتب. طيب، المحاضرة اليوم عبارة عن الأسئلة والنقاشات التي تدور حول يعني درس أقسام الكلمة. أقسام الكلمة يا تحضيري، إنه هو قلنا إنه في الحقيقة يعني يبدأ أو الكلام العربي أنت إذا لاحظتي لن تجدي إلا ثلاثة أنواع من أنواع الكلمات. النوع الأول اللي هو الأسماء، يعني اللغة العربية تتكون من ثلاثة أنواع من الكلمات. نحن في مجمل حديثنا نتكلم فقط ثلاثة أنواع من الكلمات. النوع الأول اللي هو الأسماء، نحن نتكلم بالأسماء، نقول مثلا أسماؤنا، مثلا نقول طاولة، أيضا نقول مثلا أرض وسماء، نقول قمر، شمس، إنسان، بيت، هذه كلها أسماء في الحقيقة. طيب، هذا بالنسبة للنوع الأول. أيضا نحن نتحدث عن أفعال، أيضا يعني مجمل كلامنا أيضا يتكلم عن نوع من أنواع الكلمات أيضا اللي هي أفعال. نقول مثلا ذهب ويذهب واذهب، صلى يصلي صلي، نتكلم نتحدث، هذه كل الكلمات التي نتحدث بها الآن من نوع الأفعال. أيضا من النوع الأخير النوع الأخير الذي نتحدث به أيضا حروف، يعني كلامنا أيضا ينبني أيضا على الحروف. نقول عندنا حروف الجر، نقول في وإلى وعن، ونتكلم بواو العطف، نتكلم بثم سوف، هذه أنواع الكلمات في اللغة العربية. إذا كل الكلام الذي نتكلمه لا يخرج عن ثلاثة أنواع فقط، اللي هي اسم وفعل وحرف. طبعا إذا ارتبط الاسم مع الاسم مع الفعل مع الحرف في كلام متسلسل نسمي هذا الكلام جملة. إذا هو كلامنا يتنوع أو يتكون من جمل، الجمل هذه أساسا عبارة عن كلمات. الكلمات هذه هي ثلاثة أنواع فقط، هي أفعال وحروف وأسماء. طيب، أنا أوقفت المحادثة قصدا لأنه لا أريد يعني المحادثات الجانبية، وأيضا في الحقيقة للأسف أنه أنا فتحت موضوع من الأسبوع الماضي في المنتدى عن الأسئلة والاستفسارات عن أقسام الكلمة أو الكلمة وأقسامها، لكني لم يعني أرى أي تفاعل في المنتدى، ولم يعني يصلني أي سؤال حول أقسام الكلمة. بالنسبة للتي تقول أنه الآن عندي محاضرة حديث، والله الأصل أنه هي محاضرة النحو وجزت من البداية، لك أن تتصرفي بأي شيء أو ما أعرف صراحة. هو الأصل أنه يوم الثلاثاء في هذا الوقت هي محاضرة نحو التحضيري، أنا ما أعرف أنت تحضيري أو شيء آخر، هذا هو الأصل أن يكون الآن محاضرة النحو والصرف. على كل ما أنه ما تلقيت أسئلة في الحقيقة عن الكلمة وأقسامها، سأتكلم أنا في الأشياء التي أرى أنها مهمة وأرى أنها يعني بارزة في الكلام. هذا الأول، أنه أنواع الكلمة التي نتحدث بها أو أنواع الكلمات التي نتحدث عنها اللي هي التي نتحدث عنها هي اسم وفعل وحرف. طيب، الاسم والفعل الاسم والفعل والحرف هي ثلاثة أنواع من أنواع الكلمات التي توجد في اللغة العربية.
الاسم. طيب كيف انا اميز الاسماء؟ انا كيف اعرف الاسماء؟ الاسماء انا لو يفترض، يعني انا بما اني متحدثه باللغه العربيه ولغتي العربيه الام، من السهل بمكان اني انا اميز الكلمات، اعرف انه هذا اسم وهذا فعل وهذا حرف. لكن لنفترض انه يعني هناك من لا يجيد العربيه ولا يستطيع ان يفرق بين الاسماء والافعال والحروف، هناك ضوابط وهناك قواعد تبين لي كيف افرق بين الاسم وبين الفعل وبين الحرف. اول شيء ناخذ الاسماء، يعني المجمل الاصل هو ايش ابرز شيء في الاسماء؟ ان الاسماء هي كلمات خالصه او مجرده من الزمان، يعني ما فيها زمن. انت لو انا قلت ارض، هل في كلمه ارض زمن محدد؟ لا. لو قلت مثلا جهاز، لو قلت مثلا لقاء، لو قلت امل، لو قلت بيت، هذه الاسماء هل هي محدده بزمن؟ لا في الحقيقة. إذا هذه نسميها نحن أسماء. إذا الأسماء هي الأشياء التي تأتي مجردة من الزمن. هذا يعني شيء ثقافي إضافي لمعلوماتك، لكن الأصل أني كيف أنا أميز الأسماء؟ أميز الأسماء بأربعة علامات كما وضع لي هنا في المذكرة. الكلمات، الأسماء عفوا، الأسماء أستطيع أن أميزها ب الرقم واحد، أميزها بالتنوين. يعني أي كلمة تنون يأتيها يلحقها التنوين في النهاية، هذا في الحقيقة اسم. أنا أستطيع أن أقول كتاب، جامعة، قلم، أرض، سماء، لقاء، وداع، فراق، شوق، سلام، سفر، يعني بيت، دار، وما إلى ذلك، سيارة. إذا كل الأسماء أو كل الكلمات التي يدخلها التنوين هي في الحقيقة تندرج من تحت نوع الأسماء. إذا أي كلمة أستطيع أني أنونها مباشرة أحكم عليها بالاسمية، هي اسم وليست فعل وليست حرف. بالمقابل الأفعال لا أستطيع أني أنون. مثل لو قلت سأجرب الفعل كتب، هل أستطيع أني أقول كتب؟ لا، استحالة. الأفعال لا يدخل عليها التنوين، فبالتالي هذه العلامة المميزة الأولى للأسماء. أيضا العلامة الثانية المميزة للأسماء أني أستطيع أن أدخل عليها التعريف. التعريف أستطيع أن أدخلها على الأسماء، فأقول مثلا الكتاب، الجامعة، الشمس، القمر، المدرسة، الطفل، الولد، البنت، وما إلى ذلك. كل الأسماء إذا استطعت أن أختبرها هل هي أسماء أم أفعال، أختبرها إما بالتنوين أو أختبرها أيضا بال التعريف. في المقابل ال هذه لا تدخل على الأفعال، فأنا أقول لا أقول عفوا لا أقول الكتب ولا ال يكتب ولا الأكتب. إذا ال هي علامة مميزة للأسماء فقط دون الأفعال. إذا هذه العلامة المميزة الثانية من علامات الاسم، التنوين وال التعريف. ننظر الآن إلى العلامة الثالثة من علامات الأسماء اللي هي دخول، عفوا، أو دخول الجر. يعني الكلمات التي يدخلها الجر، يعني الكسر في الأخير، لا يدخل إلا على الأسماء، لا تدخل على الأفعال. فأنا أقول خالد، أرض، سماء، طفل، هذا مررت بالطفل، السياجي، السوري، البيتي. انظري هذه الكلمات التي يدخلها الكسر أو يدخلها الجر في الحقيقة هي أسماء وليست أفعال. العلامة المميزة الأخيرة الرابعة والأخيرة هي النداء. الأشياء التي أستطيع أني أناديها هي في الحقيقة أسماء وليست أفعال. فأنا أقول يا أرض، أقول يا سماء، أقول يا طفل، يا أبي، يا أمه، يا طيرا في السماء. أنا أستطيع أني أنادي هذه الأشياء، فأنا إذا استطعت أن أنادي الكلمة فيحكم عليها أنها اسم وليست فعل. في المقابل أنا ما أستطيع أني أقول يا أكتب، يا يكتب، يا كتب. فبالتالي يا النداء أنا لا أنادي الأفعال. نخلص إلى نهاية
الحديث إلى أنه الأسماء لها أربعة علامات مميزة لها، لا تدخل إلا عليها ولا تدخل على الأفعال، وهي التنوين والنداء والتعريف وفي النهاية الجر. طيب، هذا أبرز ما يقال في الأسماء. أي سؤال يا تحضيري عن الأسماء؟ طبعا أنا ما فتحت الدردشة العامة لكي لا يثقل الوقت علي أو لا يثقل البرنامج، لكن يكفيني إجابة وإجابتين من الأشياء الجانبية أو الرسائل الخاصة اللي تأتيني. طيب، بالمقابل الآن تحضيري أنه سنجد الأفعال. أبرز علامة ممكن أن تميزين فيها الفعل عن الاسم، أولا السليقة، يعني أنا أتكلم العربية، لكن الشيء الثاني لو احترت، يعني لنفترض أني احترت في تحديد الكلمة هل هي فعل أم اسم. إذا احترت أنظر إلى الزمن، الكلمة إذا حوت زمنا أو اشتملت على زمن فبالتالي هي فعل، لأنه يعني قلت أنا في البداية أن الأسماء لا تحتوي على الزمان أو لا تدل على الزمان، الأفعال هي التي تدل على الزمان. فأنا لو قلت كتب، كلمة كتب في الحقيقة دلت على اثنين، دلت على معنى كتابة ودلت أيضا على زمن الكتابة، فأنت تعرفين أنه كتب في الماضي، يعني كتب منذ فترة، وبالتالي ولا يكتب الآن ولم يكتب بعد قليل، أنه قلت كتب خالد درسه، وأنت تعرفين أن هذا الفعل حدث في زمن ماض. إذا بما أن الكلمة تحوي زمن مباشرة أحكم عليها بالفعلية، هي فعل وليست اسم. اتضحت الفكرة؟ تقريبا هي هذه أبرز شيء فيها، أنها مقترنة بزمن. نفس القضية بالنسبة للتضارب، لا أحد يبلغني بهذا أبدا رجاء، لأنه هذا يقطع حبل أفكاري وتفكير شرحي. إن كان المشكلة فبعد المحاضرات أنتم كلموا الدعم الفني، ولكن الآن أن تحضري ما شئت، تحضري نحو أو حديث، بعد ذلك استمعي إلى أي منها مسجلة. هذه ليست مشكلة عندي، أنا لا أستطيع أن أتحكم بها، هذا وقتي وأنا منذ فترة يعني أدخلت هذا الموعد. على كل الآن أقول أن الأفعال هي التي تدل على معنى وزمن أيضا. السلام
انت لسه في الجامعه يعني الان او لسه في الدوام؟ انا ما انا اتصل دائما عليك، ما ادري انت في الساعه المسائي ولا. اي في احد يحل محل كتاب الساعه 4؟ لانه نعذر، انا كنا توقعت انه انت يعني تكون موجود يعني. انا بعرف في الشكل. يعطيك العافية، شكرا جزيلا، بأمان الله. الله يسلمك. طيب يا تحضيري، يبدو انه يعني ما ادري صارت مشكلة وانقطع الارسال ثم عاد ثم انقطع مرة اخرى. على كل الان استطيع ان اتحدث. كنا نتكلم عن الفعل وأنه هو أو هو نوع من أنواع الكلمة التي يقترن بزمن. طبعا الزمن في اللغة العربية ينقسم إلى 3 أقسام، اللي هو زمن ماض يدل على الزمن الماضي الذي يعني قبل تحدثي، يعني لست الآن. فلو أحد دخل قبل دقيقة من حديثي سأقول دخل فلان، لكن عندما يدخل وأنا أتحدث لن أقول دخل، سأقول يدخل فلان البيت الآن. يعني إذا كلمة يدخل تدل على أن الفعل حدث في زمن حالي، يعني في نفس الزمن، في نفس الحاضر، في نفس الوقت اللي أنا أتحدث فيه. فهذا النوع الثاني من أنواع الزمن اللي هو الزمن الحاضر، نسميه نحن المضارع. الزمن الثالث اللي هو الزمن المستقبل في الحقيقة، ودائما ما يحدث في الفعل نسميه نحن فعل الأمر، فإن فعل الأمر لن يحدث في الحقيقة إلا بعد تحدثي أنا، فأي دقيقة أيضا بعد تحدثي أو بعد أمري لذلك فإنه سيكون مستقبلا. إذا الأفعال 3 أزمنة، زمن ماض وزمن مضارع وزمن أمر. طبعا ليس زمنه في الحقيقة الأمر، لكن يعني يستفاد منه أنه يدل على المستقبل. الآن بقي لي، بما أن الأفعال 3 أنواع، تقسمت هذه الأفعال إلى أنواع 3، أيضا يهمني أني أعرف أو أفرق بين الماضي والمضارع والأمر. أنا نبهت كثيرا أنه بما أني أنا متحدثة باللغة العربية وهذه هي لغتي الأم، فأنا باستطاعتي أني أنا أفرق بين الأفعال اللي هي الأمر والماضي والمضارع بكل سهولة. هذا ليس شيئا صعبا في الحقيقة، لكن بما أنه أيضا اللغة للجميع وقد يدخل فيها غير العربي، فكيف غير العربي يفرق إن لم يكن ملما يعني باللغة العربية؟ كيف يفرق بين الزمن الماضي والزمن المضارع وفعل الأمر؟ طيب هذه يعني في قاعدات معينة، أنه الزمن الأمر أو الفعل الماضي، عفوا الفعل الماضي، على له علامة من العلامات المميزة له. الفعل الأمر أو عفوا الفعل الماضي علامته أن هناك ضميرا خاصا به سيدخل معه. ما هو هذا الضمير؟ اللي هو تاء الفاعل. تاء الفاعل، تاء الفاعل لا تدخل إلا على الفعل الماضي. فأنا أقول أكلت، دخلت، قرأت، وأقول قرأتي، دخلتي، أكلتي، وأقول أيضا أكلت، قرأت، صليت يا محمد. يعني تاء الفاعل أساسا تنطق ب3 حركات، مضمومة إذا كنت متحدثة عن نفسي، أو تكون مفتوحة إذا كنت أخاطب مذكرا، أو مكسورة إذا كنت أخاطب مؤنثا. فهذا نسميه نحن تاء الفاعل. تاء الفاعل هل تدخل على الفعل المضارع؟ هل تدخل على الفعل الأمر؟ أيضا لا، هي لا تدخل فقط إلا على الفعل الماضي، بالتالي هي العلامة المميزة للفعل الماضي. أيضا هناك تاء أخرى لكنها يعني قد تلتبس، لكن الأصل هنا في الحقيقة لا تلتبس بالتاء، هذه نسميها نحن تاء التأنيث الساكنة، يعني هي أساسا تدل على الأنثى. فإذا قلت للرجل قرأ سأقول بالمقابل للأنثى قرأت. إذا قلت أكل بالمقابل سأقول للمؤنث أكلت، وما إلى ذلك، سجد سجدت.
فتح وفتحت. فبالتالي أيضا العلامة الأخرى من العلامات المميزة للفعل الماضي هي قبولها لتاء التأنيث الساكن. هذا أبرز شيء. على كل إن أنا قد ذكرت سابقا أنه المفترض أنه في اللقاء الحي أنه لا يشرح. كنت أريد أني أتلقى أسئلة عن هذا الموضوع بما أني أنا فتحت موضوع في المنتدى منذ الأسبوع الماضي، كنت أريد أن أتلقى ولو سؤالا واحدا عنه على أساس أنك أنت قرأتي واستمعتي إليه من المادة المرئية المسجلة، ولكن يبدو أنه لا حياة لمن تنادي للأسف. يعني المفترض أنك التعليم عن بعد، ماذا يعني التعليم عن بعد؟ يعني تعلم ذاتي، أنه أنت تتعلمين وتأتين لتسألي فقط، لكن ليس هو شرحا أو أنه متابعة من أستاذ. التعليم عن بعد هو تعليم ذاتي. على كل، المذكرة موجودة ومشروحة، وأيضا المادة المرئية واضحة جدا والمادة الصوتية كذلك. يبقى اللقاء الحي مهمته شرح الغامض وفقط الإجابة على الأسئلة. لكن عموما اللقاءات الحية القادمة إن شاء الله لن أضطر للشرح إن لم أجد سؤالا، فسأقضيه أيضا بأسئلة أخرى سأسأل أنا وأنتم تجيبون. في الحقيقة لن أضطر للشرح لأنه المادة مشروحة، هذا هدر للوقت في الحقيقة. أنا أريد أن أتلقى السؤال منك حتى أعرف ما يدور في ذهنك، حتى أعرف أنت كيف فهمتي الدرس. أريد أن أعرف رؤيتك عن الدرس فقط حتى أنا أختبر كيف ترين الدرس، لذلك على أساسها أضع الأسئلة. لكن بما أنه أنا ما عندي أبدا أي تصور عنك، ولا تسألين ولا تبدين أي استفسارا، فبالتالي أنا سأشرح على رؤيتي وأضع الأسئلة على رؤيتي أنا. هذا الغرض من الأسئلة، حتى أنا أعرف رؤيتك عن الدرس، أريدك أن تشاركيني فقط. طيب الآن الفعل المضارع، كيف أنا أفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع؟ الفعل المضارع علامته أنه يدل على الزمن الحاضر، يعني يدل الآن على هذا الزمن، وله علامة مميزة أخرى اللي هي يدخل عليها لم الجازمة، سأقول مثلا يقرأ، سأقول لم يقرأ. انظر لو اختبرتها أنا مع قرأ، لا تستطيع أني أقول لم قرأ. فبالتالي يقرأ ويكتب ويأكل وينام، سأستطيع أني ألحقها أو عفوا أسبقها بلم الجازمة. سأقول لم يكتب، لم يقرأ، لم يصلي مثلا، لم ينم، لم يجتهد، وما إلى ذلك. طيب فعل الأمر، كيف أنا أميز فعل الأمر في الحقيقة؟ أنت بما أنك أيضا عربية ستعرف أن الأمر فيه معنى الطلب، فلو قلت أسجد أو اسجدي أو صلي أو تصدقي أو استمعي أو اجتهدي أو ذاكر أو نام أو تحدث يا فلان، هذا نسميه نحن فعل أمر، يعني فيه طلب. لذلك فعل الأمر واضح من معناه، لكن أيضا من دلالته أنه سأستطيع أني ألحق به ياء المخاطبة. ياء المخاطبة أقول عنها استودي، وأقول عنها اكتبي، وأقول عنها اقرأي، نامي، تصدقي. هذا هو الفعل الذي يتصل به ياء المخاطبة، فبالتالي هو الفعل مسمي فعل أمر، يعني إضافة إلى دلالته على الأمر، على الطلب يعني. هذه بالنسبة للعلامات المميزة للأسماء والعلامات المميزة للأفعال. بقي لي الحرف. نحن قلنا أن هناك أيضا في اللغة العربية حروف، اللي مثل حروف الجر، حروف الاستفهام، حروف الاستقبال اللي هي واو، حروف العطف، يعني مليئة اللغة العربية بالحروف. كيف أنا أعرف هذه الحروف؟ طبعا المقصود بالحروف ليست الحروف الهجائية، لا، هي الحروف التي تحمل معنى مثل واو العطف، مثل ثم، مثل فاء، مثل سوف، مثل ساء يذهب مثلا، هذه حروف. طيب ما علامتها؟ كيف أنا أعرف الحرف؟ كيف أميز الحرف؟
أيضا بما أني عربية واضح جدا أني أميز الحروف، لكن القاعدة تقول أنه أنا أميز الحروف إذا لم أجد فيها علامات مميزة للأسماء ولا علامات مميزة للأفعال. فبالتالي إذا خلت هذه الكلمة من علامات الأسماء الأربعة ومن علامات الأفعال ومن أهمها تجردها من الزمن، فبالتالي هذه يفهم عليها بالحروف. وبالعادة الحروف دائما تقع يعني على حرف واحد، يعني و ف مثل س يعني. أيضا تقع على حرفين مثل من وفي وهل وإلى، وأحيانا تقع على ثلاثة أحرف مثل سوف مثل حيث. لكن أكثر ما تقع الحروف تقع على حرف أو حرفين، وتقع على ثلاثة أحرف. إذن هذه هي أنواع الكلمة اللي هي اسم وفعل وحرف، هي مجمل حديثنا في اللغة العربية، ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة فقط. السؤال سيأتي، يعني سأضع جملة مثلا وأقول مثلا في مثل اللي عندك في المذكرة، إن الله لا يحب الظالمين. سأقول مثلا هذه الكلمة أو هذه الجملة، كيف أحدد الأسماء منها، أحدد الأفعال، أحدد الحروف. نبدأ من البداية، لو قلت إن، هل هي فعل أم اسم أم حرف؟ إن في الحقيقة هي حرف، لأنها ليست اسما يعني يدل، أستطيع أن أنونه ولا أستطيع أن أقول الإن، وليس فيه زمن فيكون فعلا، فبالتالي هي حرف. الله اللي هو لفظ الجلالة، الله هو اسم طبعا معروف. حرف اللي هو لا، لا هذا حرف نفي. لا يحب في الحقيقة يحب، يعني في زمن اللي زمن الحاضر الآن، وأستطيع أني أقول لم يحب، فبالتالي هو فعل، فعل مضارع. فقيلي الظالمين، الظالمين هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ في الحقيقة أنا أستطيع أني أقول عنها اسم، لأنها متصلة بها التعريف في بداية الكلام. إذن بكل سهولة أستطيع أني أحدد الأسماء والأفعال والحروف من حيث يعني نوعها، أو من حيث المميزات الواردة فيها، أو أبرز العلامات فيها. هذا ما يقال عن الأسماء والأفعال والحروف. سأحاول قدر الإمكان أني أفتح المحادثة لتقضي ربع ساعة هذه بالإجابة عن الأسئلة، لكن رجاء سأفتح المحادثة صحيح، لكن أريد أسئلة حول أقسام الكلمة فقط، وإن يعني رأيت أي أسئلة خارج هذا الموضوع سأعيد وأقفل المحادثة مرة أخرى. نعم، الحروف هي ليست فقط حروف العطف، الحروف هي أنواع، قد تأتي حروف عطف وتأتي غير ذلك، حروف عطف، حروف جر، حروف استقبال، حروف أي حرف، الحروف الناسخة لإن ولعل وما إلى ذلك، أيضا هذه حرف. نعم الأفعال لا تجر ولا تنون، والحروف كذلك. نعم أحسنتي، الأفعال لا تجر ولا تنون ولا يدخل عليها النداء، أحسنتي. علامة الإعراب، طبعا الامتحان كله اختياري، ما في أي كلمة، ما في أي سؤال غير ذلك.
يعني مرارا وتكرارا لن أعيد الكلام في قضية الشرح. الأصل في اللقاء الحي ليس شرحا، ولا ولست يعني مسؤولة عن بقية المقررات. أنا الآن شرحت يعني اللقاء هذا الحي أنا شرحته، لكنها ليست مهمتي، هي أساسا مشروحة في اللقاء الحي، في عفوا في المحاضرات المسموعة. فبالتالي إعادة الشرح مرة ثالثة هذا من هدر الوقت. يعني لماذا أنا أتصل لكي أشرح؟ أنا أتصل فقط لكي أتلقى، لكي يكون بيني وبينك حلقة وصل. أنت تسألين لأنك أنت المفترض أنك وضعتي لك جدول في المذاكرة واستمعتي إلى المادة الصوتية وركزتي في ذلك، وتأتين لتسأليني هنا فقط. هذا هو الأصل وهذا هو النظام أساسا في التعليم عن بعد، ليس غير ذلك. نعم، قلت إنه الأفعال لا تجر ولا تنون ولا يسكن عليها مثل ما تحدثت، صحيح.